الموديل اللي عليا ده، بص بقى هو نص ياقه وفي كده حركه هنا، تحس ان انت ايه يعني عامله لابسه كوليه كده. عايزه اقول لكم تحفه ما شاء الله. بص الشغل هنا كمان وتفاصيلها حلوه، يعني هي جايه كده لغايه تحت، وبرده لون العبايه ولون التطريز والكم بتاعنا استك وخاماتنا واحده قطن بيور، ولا بتوبر ولا بتكش ولا بتبهت. الموديل ده عجبني قوي والوانه كمان تحفه. تعالوا بقى نشوف الالوان مع بعض. سياحي كرداسه زي ما عودناكم كل خميس عندنا عروض جديده وموديلات جديده طبعا من عند الملواني. استاذ احمد نور الدنيا، استاذ محمود منور معانا النهارده. عايزه قبل ما الفيديو يبدا كده نعمل لايك لاول فيديو، الفيديو بتاعنا يستاهل. احنا عارفين شغل الملواني وخامات الملواني، علشان عرايسنا يشوفوا الفيديو، عشان الناس الاونلاين يشوفوا الفيديو ويستفادوا برده، وتشتركوا في القناه ما تنسونيش. نقول باسم الله ونفكر الناس واللي هم فاكرين اصلا احنا موجودين في محلات الملواني في الشارع السياحي كرداسه محافظه الجيزه، قريبين من كل حته الحمد لله. اللي جاي من المترو ينزل محطة جامعة القاهرة يطلع كوبري الجامعة هيلاقي عربيات كرداسة. تمام. اللي جاي من على الدائري ينزل نزلة صفت هيلاقي عربيات كرداسة تحتها. اللي جاي من فيصل أو من الهرم موقف الماروتية هيلاقي فيها عربيات كرداسة. احنا قريبين من كل حتة، الرماية، المنصورية، كل الأماكن ديت جنبنا. تمام، حلو قوي. الحمد لله احنا يعني إيه على قد ما بنقدر محافظين على الأسعار بتاعتنا، يعني على حسب احتياجات السوق او زياده السوق. فالناس تعذرنا لان حقيقي احنا بنعاني عشان خاطر نطلع الشغل بالسعر ده للزباين. ده حقيقي، ده حقيقي. واحنا على نفس خاماتنا، يعني احنا بنحاول ان احنا نبقى في نفس النطاق والصوره اللي انتم متعودين عليها مننا، فاحنا على نفس خاماتنا طبعا وعند الملواني. احنا النهارده معانا فسكوز. معانا فسكوز بقالنا كتير قوي ما عملناش فسكوز. ناس طلبوا فسكوز كتير، النهارده الفسكوز معانا اهو. عايز اقول لكم ده اول موديل، ان شاء الله هتلاقوا فيه موديلات الفتره اللي جايه كتير. هو عامل زي الدريس كده واستك من هنا. تلتين كم ولا كم طويل؟ لا كم طويل. كم طويل. بصوا يعني هنا بنقول الخياطه اهي كده اهو. بصوا بقى الكم كم طويل اهو. انا ماسكه بايدي. عايز اقول لكم حلوه قوي. طبعا الخامه الفسكوز دي بقى معانا منها الوان، معانا الاسود ومعانا المنت كمان. بصوا عايزه اقول لكم تحفه ما شاء الله. دي برده بتلبس معانا لغايه 100 كيلو ولا 90؟ 100 كيلو. 100 لحد 100. ايوه تمام، حلو قوي. ومعانا كمان البيج. البيج والكحلي. والكحلي، يعني احنا معانا كده اسود ومنت وبيج والكحلي كمان. الله، الكحلي بتاعتها حلوه ما شاء الله. حضرتك حاجه اللي هنا مفيش كتف، يعني بتيجي كل المقاسات بالنسبه للمقاسات الكبيره. مفيش خياطه هنا. ايوه بتبقى فري سايز. تمام. فبالنسبه للمقاسات الكبيره والمقاسات الخاصه من ناحيه الكتف هنا بتبقى الناس بيكون للناس اللي بتبقى ليهم مدرع شويه فدي بتبقى حلوه معاهم. بس هي بتلبس لغايه 100 كيلو عشان نبقى متفقين مع بعض. بتبقى عامله زي الدرس، ممكن تلبسيها على كوتشي كده بتبقى قمر قوي. تعالوا لي بقى في الموديل اللي عليا، انا اول مره البس حاجه زي كده. لسه عليها 160 جنيه. 160؟ واسمها في سكوز عشان رايح سكوز. تمام. الموديل اللي عليا ده بقى عايزه اقول لكم حلو قوي. هو تلتين كم كده وتطريز من هنا وتطريز من هنا. بصوا يعني ايه وساده، تقدري تكوني بيها على جينز زي ما انا عامله جينز بكوتش كده، وحلو قوي قوي مع طرحتك وحجابك، حاجه كده راقيه وقمر ومحترمه جدا. تقدري تروحي بيه الجامعه تنزلي بيه في اي مكان براحتك خالص. هو سهل في لبسه والخامه بارده جدا على الجسم ما شاء الله. دي معانا الوانها ايه؟ البترولي اللي حضرتك كحلي. الله، الكحلي بتاعها قمر. بصوا الكشمير، الله، ده مقاسات كبيره كمان فيها. دي منها كل المقاسات، يعني دي بتلبس معاها لغايه 125. تمام. بصوا ما شاء الله الكشمير بتاعها حلو قوي، والكحلي طبعا مع الوان التطريز منور جدا ما شاء الله. معانا الاسود كمان والمنت. انت تخصص مقاسات كبيره ولا ايه؟ لا،
بصوا ما شاء الله كبيرة برضو حلوة قوي قوي قوي. المقاسات الكبيرة عجباني بصراحة. دي بتبتدي من ميديم. تمام من ميديم. ميديم ميديم لارج اكس لارج 2 اكس. يبقى برضو ال 2 اكس 120 لابس لحد 120 و 2 اكس برضو التلبيس بتاعه كبير لانها نازلة زي ما انت شايفة كده فيه. ما شاء الله نازلة وليها زي كورنيش كده من تحت كبير شوية، ده بيديكي كالوش وخطوة مرتاحة لان انت بصي بيبقى طالع لغاية فين؟ ظهر بقى. علشان تقدري وانت ماشية تبقى خطوتك لو بتمدي قوي هي معاكي براحتك. حلو قوي. اخر لون فيها طبعا مسترد اساسي. بصوا بقى المسترد فيها حلو ازاي مع الوان التطريز، حاجة عظمة بجد ما شاء الله. ده كان موديل القمر ده 160 بقى 160. الله جميلة حلوة قوي قوي. وانت عملتي حاجة للخروج من لا شيء يعني، عندك بادي اكيد، عندك بنطلون جينز اكيد، جبتي دي عملتي بيه كده حاجة قمر قوي وحلوة ومحترمة وبرده حلوة قوي في المصايف للبنات الحلوين كده. في كمان الموديل اللي عليا ده بصوا بقى، عايزة اقول لكم تحفة سادة خالص من قدام للناس اللي مش عايزين حاجة فيها شغل من قدام، والشغل كله في الجنب هنا. تمام طبعا وانت ماشية الشغل بيجي على ورا كمان هتشوفوها دلوقتي. بصوا بقى الكم بتاعها تطريز من هنا كده باين داير، وهنا بقى ايه الكم يعني مش فانوس وملموم، لا فانوس ومفتوح على راحته كده. حلو قوي. عايزه اقول لكم الستايل بتاعها جديد ومش هتلاقوه متكرر في موديلات ثانيه. طبعا هنا الشغل نص ياقه بصوا، وجاي هنا كده تحسوها مفتوحه شويه. عايزه اقول لكم تحفه، الستايل بتاعها جديد مختلف وانا بحب الموديل ده اصلا. انا معايا منها المسترد. الموديل ده اسمه سمر. سمر ايوه تمام. بص اللون الاسود منها ما شاء الله حلو قوي من نبيتي. بص الشغل بقى في الجنب اهو ده كده من قدام، رفعنا يا احمد من ورا ده شغل على الكم من ورا. بص ما شاء الله الشغل اهو من ورا، والشغل اهو برضو على الكم صحيح باين من ورا برضو عليه. عايزه اقول لكم تحفه الموديل قمر، الكم هنا فيه كسر طبعا ونازل على راحته زي ما احنا شايفين، وشغل الجناب اهو بسم الله ما شاء الله. بصوا الشغل متستف ازاي، احنا عند الملواني انت بتاخدي حته اصلا ما بتراجعيش عليها ما شاء الله. الله اكبر. انت بتتعاملي مع براند فبتاخدي خامه وسعر وكمان موديل قمر ما شاء الله. بصوا كمان معانا اللون المنت فيها، مقاساتنا فيها من لارج ولا ميديوم؟ مقاساتنا فيها من لارج. من لارج، هو الشانيل بس اللي من ميديوم. تمام ده كده من لارج لغايه 3 اكس، يعني لبس معانا من 70 75 لغايه 125. طبعا شفنا منها الكحلي والمنت، في كمان معانا منها الكشمير. الكشمير والموف ما شاء الله. عايزه اقول لكم تحفه، دي برده من الموديلات اللي هي سيمبل قوي، يعني هي ساده خالص من قدام وفي نفس الوقت لون العبايه ولون التطريز، يعني انت مختاره موديل هادي قوي ويمشي مع اذواق كتير جدا ومع اعمار كتير، يعني بنوته صغيره هيمشي معاها، مع ست كبيره برده مناسب معاها الموديل قوي ما شاء الله، خصوصا ان الكم نازل واسع يعني مش هيضايقها ما شاء الله. طبعا الزيتي كمان معانا حلو قوي، ده اخر لون فيها. اخر لون فيها بكام بقى؟ دي بتبص عندك كده معانا ب 200. تمام هنا الالوان كمان، كل لون في التطريز مع مناسب اللون اللي هو معاه، يعني الوردي مثلا مناسب مع الواحد، ما بتبقاش كلها جولد يعني. حاجه فيها الايه، في حاجات تطريزها على بيج، في حاجات تطريزها على كحلي، على حسب لون العبايه كل حاجه بتمشي معايا احنا بنعملها. طبعا احنا عند الملوين يعني لازم يعملنا حته كده قمر خارجه. الموديل ده بقى بحبه قوي قوي قوي. بصي المستدر عامل زي الفراشه وطبعا بجيوب وانا بحب الجيوب، فكمان تفاصيله حلوه وفي شغل من تحت كده. الموديل ده قمر تحفه حلوه قوي قوي قوي، يعني لازم يكون في عندك في دولابك حته منه كده. وريني كده الحلو. بصوا بصوا الكم بتاعها نازل ليه استك، الشغل هنا اهو كده. عايزه اقول لكم تحفه، والصدر بتاعها تحسوه زي الفراشه وبعد كده جاي من تحت اهو في شغل. تمام طبعا الخامه كلها قطن بيور، ولا بتوقر ولا بتكش ولا بتبهى، وزي ما احنا شايفين تفاصيل الموديل حاجه عظمه. برضو الوان التطريز ده من الموديلات اللي هو فيه الوان والوان، تقدر تحطي اي لون طرحه على الشغل من خلال الوان اللي موجوده على العبايه، وكل لون خليكم كده زي ما انتم، كل لون ليه الوان التطريز اللي بتليق عليه. يعني بصوا هنا نبيتي درجات هنا التطريز مختلفه عن المستردة، وهتلاقوا في كل لون نفس الحركه برضو ما شاء الله. بص البترولي فيها قمر 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 قمر، البترولي في حته ثانيه، وطبعا الاسود ملك الالوان ما شاء الله. هو الموديل ده قمر، ما فيهوش لون يعني اقول اللون ده فيه احلى، لا بجد الموديل ده قمر حلو قوي. بصوا ما شاء الله، بصوا الموف مع الاصفر عظمه، وطبعا اللون ده انتوا عارفين ان انا بحبه بيدخل قلبي على طول، يعني قمر حلو قوي قوي ما شاء الله. كل تفاصيلها حلوه. بكام بقى الموديل ده؟ ده اسمه حول ب 200 برضه. ده اسمه حول ب 200 200 ما شاء الله حلو قوي. معانا موديل سالي. سالي؟ ايوه. بصوا ده عامل زي الشطرنج تقريبا كده، عايز اقول لكم تحفه حلوه قوي ما شاء الله. بصوا من تحت جاي عامل ازاي، يعني كاسر الرسمه كلها بالحركه اللي تحت دي ومن غير فتحه، ده اللي عجبني المره اللي فاتت وقلت عليه ادوار ومن غير فتحه. حلو قوي قوي قوي. بصوا ما شاء الله، استنى بقى كده نشوفه بالتفصيل.
هو نظام اصلك يمشي معاكي دريس جدا مع كوتشي، ولو رايحه الجامعه، لو رايحه النادي، لو في اي مشوار قريب منك او بعيد، هو حلو قوي 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 يعني، من غير فتحه من تحت، ونظام ابهار زي الدريسات بالظبط. وطبعا الكم هنا من غير خياطه، مع الكتف يعني، مناسب لناس كتير جدا. لو بنوته رفيعه فهو بيدي كيرفي كده في اللبس، ولو دراعك مليان شويه فده مش بيضايقك خالص في اللبس. عايزه اقول لكم تحفه، ونازل على وسعه كده زي ما هو ما شاء الله. وده برده من الموديلات اللي هي لون العبايه ولون تطريز، دي بتلبس معانا لغايه 100 كيلو. تمام، معانا النبيتي والمستردة والايه، الكحلي ولا الاسود؟ كحلي. لا الاسود احنا عرضناه خلاص، بس كحلي. الكحلي تمام ما شاء الله، حلو قوي ما شاء الله. تمام، معانا الموف والكشمير. بصوا الالوان مع الالوان التطريز بتاعته ما شاء الله، عظمه يا جماعه، حلو قوي. بصوا هنا طبعا يليق مع الموف، فاحنا حاطين موف، وهنا الموف هيليق مع البيج، فموجود مع البيج ما شاء الله، حاجات حلوه قوي. وفتحه الصدر بتاعتها معقوله ما شاء الله. وطبعا المقاسات زي ما احنا قلنا بتلبس معانا لغايه 100 كيلو. خاماتنا كلها قطن بيور، ولا بتوجر ولا بتكش ولا بتتعز. بصوا الخطوه بقى عظمه، بصوا منور ازاي، تحفه، حلوه قوي 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 ما شاء الله، جميله قوي. دي معانا بكام؟ دي معانا ب 200 برضه. معانا ب 200. قلنا اسمها ايه؟ اسمها سالي. سالي ما شاء الله. احنا معانا من اول 6 قطع. اللي عايز يجي ينورنا في المحل، احنا فاتحين جميع ايام الاسبوع من 9 صباحا لحد 9 مساء ان شاء الله باذن الله. طول ايام الاسبوع ما بناخدش اجازات غير في العيد بس. طول السنه قصدك؟ طول السنه. طيب احنا طبعا الارقام موجوده على الشاشه، التواصل مع الملواني على طول. في بقى الموديل اللي عليا ده، انا عجبني اللون ده فيه قوي قوي قوي، عشان كمان الطرحه اوف وايت، وهنا الاوف وايت برده، احنا جايين مع بعض، عجبوني جدا. بصوا بقى الشغل جاي من فوق لتحت كده، وبعدين باقات الورد. الموديل ده انا دايما اقول عليه بحسه زي المغربي، هو الكم بتاعها استك، الشغل جاي من هنا كده، شايفين حاجه رقه وشياكه، وبتليق مع ناس كتير جدا جدا، وتقريبا ما بيختلفش عليها اثنين. ده من الحاجات اللي ثابته وجودها يعني في اي وقت بنزله بيخلص، وكل الالوان دي حلوه ما شاء الله. طب انا معايا البنت القمر، ومعانا كمان الاسود العظمه ده طبعا ملك الالوان، ومعانا الزهري في الابيض اللي بيخطف العين على طول اول ما تبص له، بجد حلو قوي ما شاء الله. الموديلات معانا بتلبس لارج لغايه 3 اكس، يعني من 70 75 لغايه 125. والخامات كلها قطن بيور، ولا بتوبر ولا بتكش ولا بتبهت. الكحلي اللي قدامنا ده لونه على الطبيعه قمر قمر قمر. بصوا كمان اللون ايه ده، سيمون ولا روز؟ السيمون بتاعه حلو قوي مع درجه التطريز الموف، فجايين مع بعض تحس ان هو فيهم جاذبيه كده، حاجه بتختفق شويه، حلو قوي ما شاء الله. معانا كمان البترولي ونازل موضه جدا ما شاء الله. وبرده معانا النبيتي، تحسوه متي على عنابي شويه، فبجد تحفه، حلو قوي ما شاء الله. زي ما احنا شايفينكم مؤستك يا جماعه، ونزل على دبل كلوش ما شاء الله. والتطريز بتاعنا تطريز حرير، فتلته محترمه جدا طبعا. طبعا شغل الملواني احنا عارفين، وانت بتتعاملي مع براند فبتغذي القطعه ما شاء الله ما شاء الله، يعني 10 على 10. معانا كمان الزيتي تمام، بصوا نص ياقه هنا زي ما احنا شايفين، طبعا ظهرها هنا متبطن علشان ما يضايقناش زي ما احنا متعودين. الناس اللي بتتفرج علينا بتطلب اونلاين يعني سرعه التواصل، لان فعلا الحاجات دي ما بتقعدش، وبيجوا مثلا في نص الاسبوع يسالوا على الموديل على لون معين او على عايز معين يلاقوه خلصان فبيزعلوا. بيحصل اول ما الفيديو بينزل يا جماعه، في تجار جمله بيتصلوا، في ناس اونلاين بيتصلوا، في عروسه بتطلب بتاخد حاجتها، فانت قيسي على كده بقى. احنا بنصور كل اسبوع، فاحنا بنعمل الشغل تقريبا على قد الاسبوع للتجار والناس كلها. الناس كلها. فانت لازم تتصلي على طول علشان تلحقي انت كمان دورك وسط الناس دي. هي بتبقى على حسب السحب يعني، العمليه كلها انا ببقى عامل بضاعه بكميات عندي من كل موديل، الوان ومقاسات وكل حاجه. لكن السحب احنا مثلا الجمعه دوت بنفتح من 7 صباحا او من 8 صباحا، لو جيتي بتلاقي المحل مليان لحد اخر اليوم. وقبل كده كنا عاملين لايف ورافعينه على الجروب بتاع التليجرام ما شاء الله. الحمد لله ما شاء الله، ربنا يحسن سوق الشغل كله. فعشان كده بقول لكم انجزوا عشان ما حدش يزعل، ما لحقتوش الاسبوع ده، الاسبوع اللي وراه هتلاقوا شغل تاني وموديلات جديده. الموديل ده اسمه اسماء. اسماء؟ والسنابل ب 200 جنيه برضه. شفت بقى كنا بننسى. ان شاء الله ده كده استك، وطبعا ليه فتحه من قدام، وبرده من الموديلات اللي هي لون العبايه ولون التطريز. معانا منها اللون البترولي واللون النبيتي تمام، تلبس معانا لغايه 100 كيلو. كشمير، بصوا الاكوا، بصوا كمان الكشمير قمر ازاي، تحفه، حلو قوي قوي. الاكوا جميل ونازل موضه السنه دي جدا جدا، والمنت برده. ايوه الاكوا والمنت، الدرجات الدرجتين دول. بصوا المنت في الابيض حاجه راقيه جدا 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 ما شاء الله. بصوا كمان الاسود في العسلي حلو قوي، الخامه ناعمه جدا يا جماعه ما شاء الله، قطن بيور ولا بتوبر ولا بتكش ولا بتبهت، انت بتنزل حته خلاص انسيها. بصوا درجه الزيتي عندهم بقى منوره، درجه عظمه، حلوه قوي 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 ما شاء الله. تمام بكام؟ 200. دي كده معانا ب 200.
في كمان الموديل اللي عليا ده، بص بقى هو نص ياقه وفي كده حرفه هنا، تحس ان انت ايه يعني عامله لابسه كوليه كده. عايزه اقول لكم تحفه ما شاء الله. بص الشغل هنا كمان وتفاصيلها حلوه، يعني هي جايه كده لغايه تحت، وبرده لون العبايه ولون التطريز والكم بتاعنا استك وكماتنا واحده قطن بيور، ولا بتوبر ولا بتكش ولا بتبهت. الموديل ده عجبني قوي والوانه كمان تحفه. تعالوا بقى نشوف الالوان مع بعض. الله الله من اولها. بص المنت عامل ازاي، قمر 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 وكحلي، تحسيها خروب بجد. قطعه مميزه جدا جدا، لازم تكون موجوده عندك في اللايف، لان هي مناسبه جدا للخروج، مناسبه جدا لو هتقابلي ناس في البيت كده عندك. طبعا حلو قوي لو هدايا كمان اونلاين. انتوا لو حطيتوا الشغل ده في الفاترين عندكم كده ناس تجار الجمله، بجد يخطف العين من رقته وشياكته. حاجه سيمبل كده في الموديل بتاعها، وفي نفس الوقت راقيه حلوه قوي قوي ما شاء الله. شايفين الشغل يا جماعه، مش اي عبايه وخلاص، احنا عند الملواني لازم يعمل قطعه محترمه جدا، تاخديها تليق بيكي في بيتك، تليق ببنتك لو بتجهزيها. فبجد حاجه حلوه قوي وشيك قوي قوي. وزي ما احنا شايفين هنا الياقه نص ياقه برده، وطبعا متبطنه ما شاء الله، والتطريز بتاعنا حاجه محترمه جدا. لسه معانا منها الوان تاني ما شاء الله. الله السيمون حلو قوي ما شاء الله، طبعا مع التطريز الموف السيمون بيخطف العين جدا، وطبعا لون البترولي عامل زي الجينسي كده، فنزل موضه قوي قوي السنه دي ما شاء الله. تمام معانا كمان المستردة مع الكحلي، عظمه حلوه قوي قوي قوي، بسم الله ما شاء الله. الموديل ده معانا بكام؟ 200 بقى. الموديل ده معانا ب 200، وما ننساش ان هو بيلبس من اول 75 70 لغايه 125، مقاساته من لارج لغايه 3 اكس. اخر موديل معانا فوانيس. فوانيس ايوه تمام. الله بصوا هنا المنت بقى الوان والوان، يعني احنا شفنا الحركه اللي هي ليها استك من النص دي لون العبايه ولون التطريز، لا دي فيها الوان والوان، شكلي براحتك. عاجبك الموديل اللي هو باستك، فانت معاكي تقدري تجيبي منه اكتر من موديل يليق معاكي. شايفين وليها فتحه من تحت اهو ما شاء الله، والخامه بتاعتنا قطن بيور ولا بتوبر ولا بتكش. بصوا درجه الاخضر بتاعتها الزيتي منوره كده حلوه قوي، بسم الله ما شاء الله. معانا برده منها النبيتي، بصوا الوان التطريز على النبيتي عامله ازاي، تحفه ما شاء الله حلو قوي قوي. عايزه اقول لكم بصوا هنا على الكتف، اللون الاورنج على الكتف منور ازاي، وهي النبيتي الوان التطريز على اللون النبيتي عجبتني قوي ما شاء الله. طبعا استك يعني تقدري تخرجي بيها مع كوتش كده، فتبقى ما شاء الله حلو قوي. الله بصوا معانا برده منها كمان الاسود والزهري، الوان تخطف العين بجد حلو قوي ما شاء الله. بصوا كمان الزهري، شايفين شياكتها حاجه تحفه، الوانها قمر والموديل تحفه. بصوا البترولي بتاعها برده ما شاء الله جميل قوي. طبعا طبعا السيمون يعني تحفه تحفه بجد ما شاء الله. بصوا منور ازاي، لو عروسه وبتقابلي حد فانت عندك دي تقدري تلبسيها، لو هتقابلي ناس قمر قوي لون السيمون ده فيها حلو جدا، وتاخد وتدي معاكي في اي جسم. يعني احنا قلنا تلبس لغايه 100 كيلو، اي حاجه بس تلبس معانا اخرك 100 كيلو. اه معانا المسترد بقى عليه الوان تطريز زي ما احنا شايفين، فبرده ما شاء الله ناطقه ومنوره قوي حلوه جدا. دي بكام؟ دي ب 220. الوحيده اللي ب 220 ما شاء الله. احنا كان عندنا الفسكوس والشانل ب 160، وبقيه الموديلات ب 200 ما عدا دوت بس اللي ب 220. تمام. واحنا والله ما زودناش حاجه، انت لو تفتكري السعر القديم بتاعنا من السنه اللي فاتت 180 جنيه. اه. فاحنا على قد ما بنقدر بنحاول نوعي الزبون بتاعنا. احنا عارفين احنا حاسين بالزياده في كل حاجه على فكره، مش في الجزء اللي احنا فيه ده بس، في كل حاجه، بس احنا هنا بنحاول من يعني يبقى الموضوع متقارب جدا ما بيننا وما بينكم. بجد الفيديو كان مميز جدا، وانا مبسوطه جدا انا كنت معاكم النهارده. اتمنى اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله بخير. باي باي.